السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير والنور والسرور. هذا أنا ها لابس هاي باقية الأخفاء. زين، أنا عند الله يحفظكم في مدينة زايد جامع المرحوم علي بن غانم بن حمودة، يلا الله يغفر له ويرحمه. زين يا هي الله يحفظكم. خلص من الحلاق، صبغنا الرأس وعدلناه، يوم صليت المسيد هذا وجلست اقرا شوي وريحت. يوم صديت على يميني واني اشوف هالمقبره الاوليه، ها من مقابر الاوليات يسمونها الاول معشره، ها من معاشر الاوليات اللي في مدينه زايد، ها اللي تشوفونها هذه وين يدور مكانها. على يسارها الاصل، اطري الاصل قبل 35 سنه، على يسارها بيت حياه هامل بن غيد، بيت حياه هامل بن غيد. نعم، بيت حياه هامل وبيت حمد بنت خليفه ام العيال، يعني الله يحفظها يطول بعمرها. هي حين في العمره كل سنه هالوقت، من السيدات اللي من يجبر رمضان سارا العمره. يلسن ابوي من حريم ابو ظبي الاوليات، يعني هاللي لين اليوم متمسكات في يعني شيء طبعهم من عشرات السنين، وهي وحده من هالحريم، حريم ابو ظبي الوايدات اللي ما شيء كثر تبارك الرحمن، اللي من يجبر رمضان ساران العمره، اكل وجسمه وصدقه وزكاه وكل شيء ومبارز وسيره، وهي والعالم كلها تلفي الميارس اللي هي مسوتنها هي واللي وياها واللي في مستواها والشيخات والناس المقتدرين، يعني يفتحون ميالس في مكه يطعمون السائر والياي والفقير والمحتاج. وهذه الله يحفظكم المعشره، هاي معشره ابو ظبي مدينه زايد، فيها معاشر هنتين، وحده الطرف هذا وحده في شارع الجوازات يسمونه الاول، يسمونه شارع الجوازات، كان مدير الاول علي بن خصيف، علي بن خميس بن خصيف. انزين، وهذه الله يحفظكم المعشره، مدفون لنا نحن ثلاث اخوان فيها، ثلاثة من اخوتي فيها، لو اطراح عاده ما بكاملين، بسبع شهور ابو ثمانيه وابو سته حيد حياه ابوي يجيبهم، وانا ويا حياه اخوي عبد الله نتريا خاري، وهو يحفر ويدفنهن روحهن في المعشره هاي. وعالي البنايه هاي الله يحفظكم عاليها شيء خياط، الخياط اسمه خياط وزير، هذا في اي بي باكستاني، اكيد مات من سنة 80، هو عمره 75، أكيد ما بيتم حيلين اليوم، مستحيل. فهذاك الوقت خياط الفي آي بي، الفي آي بي شو يعني؟ يعني خياطة في آي بي، ما بخياطة العادية. أول ما طاح الفولك عنده هو، أول ما طاح الفولك عنده، الفولك والشت هذا كله عنده هو خياط وزير. هاي البناية قبل كانت بناية ثلاثة أدوار. زين، أبدأ من طرف في المعشرة، وهاي هي المعشرة. زين، وسافليه البيوت الطرف هذا بيوت بيت حياة سعيد بن فريح، فريج قم بن فريح يسمونه الطرف هذا، وراهم بيوت قم بن ربيع، والعرب كلها والقبيسات والرميثات وكلها العرب هني متلايمة في هالفريج، أغلبيتهم يعني ما أدري شو دار بين ريولي بين النعال، شيء دبك المراد. والله وقزرنا عيشه، وخلاف على الموضوع الطول الحين بخبرك بعد شوية. هذا وين مستشفى نيو ميديكال سنتر، هذه البقعة اللي نحن فيها الباركينج، هذا العود اللي تشوفونه، هاي البراحة، هذا بيت قوم هامل بن غيث الأول. شو اللي خليني أتذكره زين ما زين بيت قوم هامل بن غيث الأولين، نحن من عالي الفريج هناك، نحن فريجنا. هاي البنايات اللي تشوفونها كلها ما شيء، ترى على فكرة هذا ما كان شيء بنايات، بس هذا شارع الإكترا الأول يسمونه شارع الإكترا، الحين ما أعرف شو يسمونه. هذا بس اللي في البنايات، وكالة سوزاك الطرف هذاك، والفريج هذا ضام 90 أو 45% من هالأبو ظبي، من كل القبائل، مناصير، مزاريع، رميثات، قبيسات، هوام، القمزان، وكل هالفرجة، ما في فريج مخصص لقبيلة معينة، كلهم متخالطين. فلذلك هالبوظبي كلهم متجانسين بعضهم مع بعض،
بعضهم ما بعض ما في هذا فريج بس حق الفلان يقال عنه ان فريج الهوامل او فريج القبيسات او فريج لكن هو مش خالص اكيد فيهن بيتين او ثلاثة من الطوائف او القبائل الاخرى. هذا هاي هاي هذا وين ربينا واستوينا في هذا الفريج اللي تشوفونه. عقب عاد بخبركم السؤال وايد والله لكن مستعيل عندي موعد ويا الدكتورة. باي باي. Thank you very much. Thank you. طلعت ابوي الدكتورة اللي جايينها الدكتورة عاشة اقدم دكتورة عندهم في البناية هاي. كلمتها قالت لي انا مداومة لكن تعالي بعد نص ساعة. فلذلك تميت هرمس وياكم وايد في البناية هاي قالوا في الدور الثاني. انزين زين بعد يكون الوحيد لي هرمس. اقولكم كانت الفرجان كلها والله هن كذا فريج يعني في منطقتنا نحن فريج رميثات فريج القبيسات وفريج هناك شيء بعد مناصير والقبيسات ما بالله نمونه وحده. هذا يقول لك فريج قنبل صالهوم وهذا فريج المداحشه وهذا هاي فريج شو بقولكم شو بقولكم كل طائفه ملتمه روحها لكن لا بد ولا عذر من وجود عنصر نسب بينهم ولا خوال ولا دم ولا حم شيء يربط. وهذا من السدر الاوليات ها شوفونه هاي السدر من السدر الاولي ها من السدر الاولي لين اليوم لين بكره باجي اللهم لك الحمد وتوايج على المعشره نعيدها كلها. وهناك بيت ابو محمد خليفه المزروعي الحين في المشرف مع ساكن. شو بقولكم فليش كانوا البقعه الناس هاي كلها ابوي كل حد صار بقعه حد صار المشرف حد صار البطين وحد صار المرور وحد باجي لين اليوم فريج الخورية عالي بيوت الزنيدات هالين اليوم لين بكرة يعني تام ما يقارب منهم 30 أو 35% باجين في نفس فريجهم ما ساروا شلوا لبيوت الأوليات الشعبية وتحولوا وظنوا في مكان وحصلوا المعوض وحصلوا الخير وحصلوا الدنيا هم وغيرهم. هذا وين أقول لكم الأول خياط وزير هاتش وين الشير اللي هناك هناك ها خياط وزير يا عرب الأول حد خيط عند وزير ما حد وهو ما يخيط عند وزير وكل خياط في آي بي الله العظيم. هاي الدكتورة عاشة. دكتورة عاشة how are you fine الحمد لله. دكتورة عاشة الحمد لله. دكتورة عاشة how many years you are here in Abu Dhabi 20 years. She's one of the very best doctor in all UAE. ما شاء الله عليها يدها من بأمر الله سبحانه وتعالى تيب العافية. شكرا جزيلا دكتورة عاشة. شكرا لكم. الدكتورة عاشة دكتورة الباطنية اختصاصة باطنية وهي مسؤولة مع الأقسام كلها مع العناية المركزة وما شاء الله عليها من أشطر الدكاترة الموجودين عندنا في دولة الإمارات. دكتورة شاطرة يشار لها بالبنان وكل حد يعرفها يعني اللي أبي عاد الناس اللي أنا أعرفهم الناس اللي أعرفهم في أبوظبي أغلبيتهم يجون عند الدكتورة عاشة من يسكن أدنى تدوم وخدومة وما تقصر جزاها الله خير. Thank you very much دكتورة. Thank you. بتقولوا لي شو جاي بنك العيادة جاي العيادة الله يحفظك من 3 أيام أنا سكر قطة في مسرطين وزيد علي الصبح عقب ما أرقد بساعة ساعة ونص ساعتين تزيد علي وين الشيء سوي عن شيء قال قطني هي في مسرطين مراد أظني بزتش كحة ما أعرف شو ما في حرارة لك كح وكح الصبح شيء قرقطني هني وسوع ليه تتناقز عيوني روحي عورني زين ما يعني هالشيء ما أدري من 10 سنين 15 سنة ما كنت مرض أول مرة هي أمرض الحين من 10 ل 12 13 سنة في خلل زين المرض الحين جيت عند الدكتورة قالت بخير وسهل ولا عليك باس سوى بس هذا مال اللوز في هذا بوادر احتقان ما يسمونه بوادر احتقان فنحن ما ننصحك انك تاخذ مرض عيوي اعطوني بس هاي شيء اشارات تكليفي قبل هذا كله 63 زين فقالوا لي بارك هرش ما ادري هاي اذا بقينا نعطيك مضاد حيوي عقب التحليل نحن بنخبرك اذا انك تحتاج مضاد حيوي لو لا نحن مره نعطيك مضاد حيوي الحين من الغريب لازم نسوي لك فحص معين اذا ان اللي فيك هذا حسسوني كان فيه مضار على الهبايد اللي فيك مضربه الشيء الفلاني بنجيب له
اي والله على نفس الوزن المرأة فيت الحين عندهم والحمد لله ما قصر. هذا وقت عاد ركضتي بين المطابخ والسوالف ويهل بالشراخ ضرب الهريس والمحاوت والجذور والورق وعيان وقوم شامبي وقوم دواركا وام الحنايا وقوم حفيد رمسة تكون وايدة. هذا الوقت وقتهم قلت شو اسوي عاد اليوم؟ ما توقعت اني بتيني هالقرقطة. نشفيتني القرقطة ويناهم الحين وان شاء الله بيعطونا الدواء وبتخوت القرقطة. هذا وين تاخذ هي العينة ما تقايل؟ والله يا ابوك ما ودك تنش عنها هالكرسي اللي براويكم. والله روح يتشرقد روح يطيح روح ما ادري شو يسوي بك. خرب الله انتم. ثانك يو فيري ماتش. ابوي ادن العصر وانا بعدني ابوي في هالمنطقة في منطقة مدينة زايد. قلت ابوي ما بلحق اسير لين ابو محمد بن زايد اصلي في مدينة زايد في هالمسيد الفنان وان شاء الله انه بوصل. الرياضة مستحيل اليوم ما بي وحيد جري مشي وجري ما بي وحيد اليوم ما شيء ابوي الا الردة البارح بعد امس ترى مشينا كان شيء بسيط شيء لا يذكر مشينا البارحة مشي لا يذكر. يلا هذا استخلاف ما شاء الله تبارك الرحمن مسجد جميل جامع جامع مبنى مسيد فرق بين المسيد والجامع. الجامع اللي هو تصلى فيه الجمعة في خطبة المسيد اللي هو المسيد العادي كل هنا اسمهم مسايد لكن هذا قال عنه جامع. الله يغفر لمن بناه ويزيه الجنة عن هالمسلمين وهالمعروف اللي سواه. جامع المرحوم علي بن غانم بن حمودة ظاهري الله يغفر له إن شاء الله وياجره. ما شاء الله لين عينه مبزور لين عينه لين عينه مبزور شيء درس بعد من عقب ما خلصون الفرق شيء درس. جزاهم الله خير. شوف ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله تبارك الرحمن شوف شوف الخلوق تبارك الرحمن ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله اللهم زد وبارك. يا الله يا رب يدفع الشر والبلاء يا الله يا رب تدفع الشر والبلاء طول بعمرهم وتحفظهم وتخليهم عيال زايد هاي كلها فعاية عيال زايد ما شاء الله ما شاء الله. شوف شوف يطعمون أمة لا إله إلا الله. هذا من قصر واحد ناهيك عن باجي القصور اللهم لك الحمد. يا الله يا رب تدفع الشر والبلاء عنهم وتحافظ لهم وعيالهم يا أرحم الراحمين. في عقلك أنك أنت بتجسم وحد بيقول ما يبقى أنت من تقول جسمه بتيك أمة لا إله إلا الله بتيك طيور بلية مناجيب بس جسم أنا نو لا تقول أنت بيتي بعيد ولا بيتي عود ولا بيتي صغير ولا قصر ولا صندق كل بيي العطي والكام. ما تبى أبوي إنسان يحسب هالبيزة ولا يودها لا نو ورب العالمين بيسوق لك المحتاج بكل هالعربتي. شوف دريولية اللي موجه دريولية تم اللي جاي بالباسات اللي جايين صغار كبار كلهم جايين أبوي الهريس والفريد والعيوش والشحوم والحوم في الصيانة تدور. يا الله يا رب يجعل كل ما يتجسم في ثواب إن شاء الله حياة زايد وعيالهم ويدفع الشر والبلاء عنهم عن محبون يا رب العالمين من ذكر وانثى. ترى واللي بيجسم ولا بيعطي ولا بيتصدق ما بضروري الكثير ما بضروري هيل بلية شيل لو شيء بسيط لو شيء ما لمعنا ترى يسد زبيبة ما تشبع زبيبة ما تشبع غير ترضي الخاطر. ولو شيء علومة الحين علومة جديدة يتحرون لوادم يعني ما لهم معرفة في الأكل ولا يعرفون للسنع ولا يعرفون للعدل اللي ما بغوه ودوا بيت الفلانيين اللي ما يازلهم ودوا البيت الفلانيين زي البيت الفلانيين يعرفون اللي يوز من اللي ما يوز يعرفون العدل من المايل يعرفون اللي يصلح من اللي ما يصلح. الناس ما تبقى الفضلة عندك شيء فنان وزين ودك تحافظ عن عز الناس هذا اللي عطمنا لا تعطي الشيء اللي
ما تبى او خربان او مهبوس او محومض او فيه مقطن او خربان، هذا تندب للعرب؟ لا، عيب. اخير اخير لو ما تعطي عيد بركلك، لا تعطي بدون ما حد يدق عليك الباب، لكن لا تعطي بعيد اخير. يا تعطي شيء زين ولا لا تعطي شيء خاص فيك، ما تبى ما تبى حد ما تبى تعطي من حد، ترى خاص فيك هذا روحك مالك. مثل انا يوم اقول لك امس يونية الحب البر هالي جاي، لاني وين يجي وحدي جاي تني وعايب تني في خاطري راحتي وقرة عيني، اخيرني من لبس الحريري ومثل ما قراع الباطنة في فوادي ولا اولادي. خير طلبة تفاده عن عياله راعي الباطنة، قال يوم انا بشي ما يهون علي، وعلى ما قالوا المصريين اللي يلزم البيت يحرم على المسيد، على ما قالوا اخواننا المصريين اللي يلزمه البيت اللي يحتايه البيت ألزم عن المسيد، وهو مسيد بيت من بيوت الله. ها، فلذلك عندك شيء تبى الجسم عط زين ولا لا تعطي، لا تعطي شيء مبزين وانت تدريب انه مبزين. هذا كيف تعطي الواد مبدبش؟ تعطيه محشف، حشف للدبش الحولي سووا من الخمير مريس ولا سح الحولي عندكم؟ اقولهم ترى يا جماعه ترى هذا حولي دار عليه حولين لو ثلاثة، السح ما يعول، السح ما يعول. لكن في حال ان حب العرب قال لك والله هذا حولي مال العام ما عليه، لكن نحن طال شيء بغيته كل ما بغيته ولا خلوه بريس. ترى انتم تخدمون خمير كل يوم، تخدمون كل يوم خمير فتسوون محلة، فهذا ابوي للمحلة حطوا تسوون حق المحلة، المحلة ما يسوي السح الجديد. بالعكس المحلة كل من جدم السح وأبطأ كل من طاب في المحلة، كل من طابت العينة مريسة المحلة مريسة الخمير، كل من أبطل العين كل من طاب. أنت ما تدروب أنت الخبز الحساوي شيء، خبز حساوي عندهم في الحسا ما يخدم. شفتوا الخبز الوقافي مالنا نحن شراته يا غير، هاي يسمونه خبز الحساوي فقط على مريس غير نمونة. شوفوني صديت يمين أعطي إشارة، بغيت ألف يمين بغيت يخليني ألف يمين، وشد أن تم قابض الدرب ليه خطفني اللفة. استغفر الله العظيم، ناوي أقول كلمة عودت من إبليس عادة، ذكرت أن رمضان وللساني حجي زين شو أسوي عادة غربال هلا ما خلاني أخذ هب غربال هلا الله يسامحه. أقولكم أمسات كنا نرمس عن من الحسى، السؤال كان عن من الحسى، من الحسى اللي هو من التمر، من التمر الحساوي عبارة عن أربع مراحل. المرحلة هي الجفير، الجفير وأربع أذاني أربع قبضات له، هاي يسمونها مرحلة. المرحلة من الحسى، من التمر الحساوي عبارة عن 240 كيلو، من الحساوي يسمونه من الحسى عبارة عن 240 كيلو، أيمن في الدنيا العودة، أيمن في الدنيا العودة 4 كيلو، 4 كيلو متعارف عليه في أمريكا، في نيويورك، في الصين، تايوان، الخليج، بأي مكان أيمن 4 كيلو، ما عدا من الحسى، من الحسى 240 كيلو ينحط، اسمه من التمر ينحط الله يحفظكم في أربع مراحل أربع جفران. الجفير العود في السعودية يسمونه مرحلة، والمرحلة لها أربع عراوي، أربع اذنين، أربع اذاني. انزين كل مرحلة فيها تشل 60 كيلو تمر، هذا الوزن ماله. يرد نخبركم باجي عن من القطيفي، من القطيف، من السمك، من السمك في القطيف يسمونه المن القطيفي. من القطيف الله يحفظكم عبارة عن 16 كيلو، من القطيف عبارة عن 16 كيلو، عن أربع تمنن من أمننا نحن، أربع تمنن يساوي نحن المن 4 كيلو، من السمك في القطيف 16 كيلو، أربع تمنن عن أمننا نحن. هذا الفرق، هذا هاي الأوزان فقط توجد في الحسى والقطيف، في الحسى والقطيف. تقولون ما حد قال لكم هالمعلومات،
من المعلومات الأولية عادة تامة طابت عند الله علينا، الحين طلعت علي وخبرتكم بها. واستغل معلومات ساعات من ربعي، من هالحسا، من هالتاروت رحيمة، من سيهات، من أم الساهج، من الرياض، شرق غرب، من عرعر، من كل مكان، كل مكان تبارك الرحمن صدقاني ويراسلوني يخبروني وأخبرهم. صدقاني في الكويت والسعودية والبحرين وكل دول المسلمين. لكن بغيت أخبركم بس عن ميزة الأوزان، من الحسا ومن القطيف. يلا عاد الحين وصلنا البيت وشي منتج الله يحفظكم واصلنا ضروري ان نعلن عنه، منتج جميل وجيد وفنان وما شي شرعت ان شاء الله نبي نعلن عنه اليوم واخبركم عن علمه وخبره وعن كل شيء عنه ان شاء الله. بعد انتاج وطني اماراتي 100% انتاج سيدة اعمال ما شاء الله عليها، كان هاي عاد حبة ريح. أما فاد ما شاء الله عليه، فاتحة حي، فاتحة كذا محل في كذا مول وكذا مكان، براندها حتى الكويت واصل، براندها منتج مالها فاتح محل حتى في الكويت وماشي رقم واحد. أنا يازلي قلت لها أندي بيلي، أنا في خاطري خلي العرب تعرف عن منتج البارحة، نحن أعلننا عن منتج سيدة واليوم عن سيدة أخرى، وكلهن المنتجات أنا حطه في بالكم، ما أعلن إلا عن شيء يكون قمة على قمة ومن فوق قمة بعد، الشيء الزين الفنان هو اللي يخبر عنه، والشيء العادي أغض عنه الطرف ولا طري حتى وطري. وأنا يوم أقول أسعاره ترى غالي ولا أسعاره يعني لا حد يطالع علي، هنا هذا أمس العطر مثل اللي خبرتكم عنه سعره على 600 درهم، شيء شيء من الروايح تحرك تتروح تشف الخروف، تحرك عمرك تتروح تشف الخروف، تشف الخروف حولي هاي بعد ما بتشف الخروف عادي، تشف الخروف ضارب انه هاي هاد بهايش الحكي ما باركم. هذا ريح فنان وغال وغال وفنان وهاكي باع بيميع الالاف، هذا لا بستمية وشي فنان وريحة مخملية. هالبارحي أخبركم عنه إن شاء الله، هذا شيء مختلف آخر ما يخصه في المنتج البارحي يغير هذا هذا شيء وهذا شيء آخر. فلذلك إن شاء الله كل من يعني شيء مميز وزين بخبركم عنه إن شاء الله. Take this medicine. Okay. Thank you. For who this one? For me. Now you will eat it? No. دوارك everybody is happy when they see your hair. ما شاء الله today you are matching your t-shirt with your hair and with my cap ما شاء الله and with my car also car and everything غرب الله دوارك ما شاء الله عليك تبارك الرحمن ما شاء الله خير الخالقين ما شاء الله ما شكرا قمله thank you you are not for tour enough انت شو رايك we are we have visitor today we have visitor today yes Yes, why you did not say? No, madam, she know. Okay. Yalla, thank you. إلى أي درجة وصلوا من التطور، شفتوا إلى أي درجة وصلوا من الإتقان ومن إصابة الهدف. المنتاج وصلوا إلى المنتاج بالفيديوهات اللي يرسلونها، وصلوا إلى المنتاج والجودة في اللف وطريقة التغليف. شوفوا هذا حين والله يبا كله جايني وأنا ما أعرف، تعرف شو بتحرى والله عقد كارتير جاي، حرام لا تحرى عقد كارتير، لكن أنا برويكم قبضي ياي قبض شوت كهرب قبضته قبض صالية تراها قبضي فتحي هذا أوبن
هذا يرضي منك يا الروج. هي تذمك ما تحرون علبة كارتير من. ايوه شوف ما شاء الله تبارك الرحمن، شوف الجودة، شوف طريقة الترتيب وطريقة العرض والأناقة. الأناقة روحها كم تسوى؟ الأناقة هالأناقة كم تسوى؟ أقول لكم حية فات فاتحة ثلاث أربع مولات أفرع، حتى منيو مال الكويت عندها فرع. وابدا يود أبوك عن أخوك، يود أبوك عن أخوك في جميع أفرعها. غير أنا يوم يازلي قلت له لا براي عندبي، وحتى لو الوالد متعرفة نحن بنزيدهم عرف. ما ينكر حال العطورات إيطالية، التركيز بيرفيوم منتج إماراتي. الرد مرة ثانية، العطورات زيوتها إيطالية، المنتج إماراتي، الجودة عالية الجودة لدرجة البيرفيوم المركز اللي فوتخ اللي يبطي مبهبه. عطورات واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، اللي يميز العطورات هذه ما واحد فيهن يشابه الثاني، وما واحد فيهن طياري، وكلهن هاي بإمكانك أنتي أو أنت. هاي تشوفون هالقلادة، هاي تشوفونها ها نزيل. تقدر هاي مخدومة على أساس شو؟ أنك أنت تروحها يوم بتتروح، تروح هاي ترش عليها اليوم العطر هذا وتشلها تعلجها في سيارك. تازم هاي تطلع انبعاث ريحة العطر هذا لمدة 24 ساعة كأنك توك متروح، وريحة السيارة تازم تفوتخ من هالعطر. وهذا يعني لك اللي بتحطه على هذه ما تروح تخلطها ويا هذه، إلا كان روحك بتسوي نواتك شيء آخر يا غير. كل وحدة لها مالتها. اليوم اللي بتتروح من هذا تشل هذه وتحطها في سيارك، أو اليوم بتتروحين من هذا تتروحين وتحطي على حسب الرغبة. الروايح اللي تشوفونها كلها تتروحت منها، هاي الروايح عربية زيوت عطرية عطر عربية، فيهم مزيج من العطر العربي وفيهم مزيج من العطر الخارجي. زيوت صافية بيور ريحة تضرب في خمرة الرأس. هاي على فكرة هاي الثلاثة أكثر مبيعا عندها، هاي اللي يختلفن من السعر ومن القوام ومن كل إنسان على حسب ذوقه ورغبته. زين الحين أبوي أيام عيد، هل في شيء يخص الخالدي؟ قالت لي أبوي فالك طيب، من اليوم لين يوم العيد، من اليوم لين يوم العيد سعر خاص للي بيطلب باسم الخالدي، وهو من متابعين الخالدي، وحتى لو صدقانه يتابعون الخالدي وهو ما يتابع الخالدي بعد بنسوي له خصم، لكن من اليوم لين يوم العيد. اللي ما يبيعني لين المحل او لين الافرع، كان الافرع اللي في الكويت ولا اللي في المولات اللي في دوله الامارات، ما يحتاج يعني يوصلون لك ابوي المنتج لين مكانك. رحمي على الله يحفظكم. موجوده في الجاليريا مول منطقه البلشه دبي، الفرع الرئيسي عاد هذا، وعندكم بعد في دبي مول بوتيك سيمفوني، وعندك في دبي فيستيفال سيتي مول، والأذنيوم في الكويت. نرد مرة ثانية من الأسفل إلى الأعلى، الأذنيوم في دولة الكويت الشقيقة، والكويت عاد نقامين بعد لو ما بشيء، الشيء اللي ما بزين مرة ما يقبلونه. ها شو تحرون؟ ما الكويت ما تاخذ أي منتج من أي بلد في الدنيا إلا لازم يكون عالمي. تلي أنا أول بادي فليت البوكس هاي اللي تشوفونه والستة المضارب فلاي، وطالعت زواياه وكورناراته ليه من داخل وليه من خارج. بغيت أدور غلطة بثرة فلفوصة بعنقزه شيء شياته، ما لقط ولا لقط حتى أدنات الدون الواحد يروم ينتقد في البوكس ولا في الروايح ولا في الريح. العطورات هاللي تشوفونهن كل مضرب أخير عن البيع، شيء قمة في الروعة وقمة في الترتيب وقمة في الباكينج مالهم، شغلهم وايد مرتب الحمد لله. مثل ما قلت لكم أنا ما أسوي إلا للشيء المرتب الفخم، الشيء الفخم، الشيء اللي مثل ما يليق إلا بأحبابي، مساء ما يليق إلا بأحبابي، هذا هو. إم سنتايمنز
بيرفيوم ان سمتايمز بيرفيوم، هذا اسم الماركه وكل عطر يختلف عن الثاني. انا الحين حطيت تسه من التساس على كل واحد منهم وكلهن الحين ريحه انشال الدنيا فوق تحت. امكان الواحد يطلب مضرب، يطلب مضربين، يطلب ثلاثه، يطلب المجموعه ككل، يطلب البوكس كامل، انا ما ادري. كل انسان وحسب رغبته وشو يريد وشو ما يريد. العطورات كلهن زينات، ما واحد فيهن عادي، وكلهن بيرفيوم. يوم اقول لكم بيرفيوم يعني بيرفيوم قويات، ما بمال هذا العطر الحين تحطه وعقب دقيقتين ما شيء منه، لا، العطر قوي وريحته مميزه ولا له شبيه، ما له شبيه في الاسواق. لا تقولوا ما قلنا لكم، شيء فنان وجيد وجميل وماشي شراته في الدنيا. شو العوده؟ ثانك يو. اتاكدوا اي شيء انا اصوره واي شيء انا اخبركم عنه، اتاكدوا انه مميز للغايه. اللي يسوقون العطورات شيء يعرف شيء ما يعرف، كواويت صناديق، هل اني اصوره؟ هل اني اطريه؟ لو بنعطى ابوك ملك الشام باليمنى وملك البصره باليسرى، ما بطريه. اطري الشيء الزين، الشيء الكواليتي، الشيء اللي يمل، اللي بيقول لي يقولون عنه خلاص بيض الله تويه اللي خبرنا واللي نعتنا واللي مدح واللي طرى. ما بيقولون والخيبه ولا والنيبه بالادمي اللي غشنا وغش الله من غشنا، لا. ما طيع زيكم، انا ما اطري الا الشيء المميز والجميل. ويزاها الله خير هالحرمه راعيه هالمنتج، منتجها جميل ومميز وفنان للغايه. بينكم تعرفون توني يعني من المستشفى مسوي لي تشيك على مصراطيه وين هالقرقطه وهذا، حتى من روحت الريح الطيب حتى خفت القرقطه. انا مخوية. الفرع الرئيسي مالهم ابوي في جاليريا مول في البرشا، الفرع الرئيسي في الجاليريا مول في البرشا. ونرجو زياره المكان بتشوفون شيء لا صار ولا استوى، مكان فنان ياخذ العقل. هالايام ايام اعياد، ايام مناسبات، ايام مبروكات، ها كلهن ابوي بتشوفون العطورات وبتشوفون الشيء زي. اعلن واخبر وروحي اركض حافي ومنعل، يا غير ما اطري الا الشيء الزين. وكل انسان حسب ذوقه وحسب شو يبه شو ما يبه، على انسان وحسب رغبته. يلا دق الحديد وهو حامي، ما شاء الله ما شاء الله. روح 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 روح. اشكر فنك اشكر فنك. ايه هاي يوم اقول الهريس المتخويطة، هاي هي المتخويطة اللي يرمسون عنها، تحرها حبال ميلودة تتغدي أبدا. ميطي وميطك، ميطي وميطك. اي نعم، مليون خضر بامي صوبك، 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 كل خضر بامي صوبك. ايوه وانت ساير، هاي يسمونه اليلاد، لازم ييلدونه الجدر، يلدونه يظهرون اللي تحت كان شيء حب التام ولا شياته. يلا اضرب اضرب ما تضرب، اضرب ما تضرب، اضرب ما تضرب. مليون خضر بعميل صوبك، مليون خضر بعميل صوبك، مليون خضر بعميل صوبك، مليون خضر بعميل صوبك. ايوه لازم بين فتره والثانيه تنيلد، يلدونها يظهرون يجولبونه الجدر فوق تحت فوق تحت على على طرف واحد. عسب شيء تغذي الهريسه يقولون عنها متخويطه، وهذا اللي يفرق بين الكهرباء وبين مضراب الضرب المتعارف عليه اللي هو بالمضراب العادي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ايوه هبتيك مم الخرس، ها هبتيك مم الخرس، لا متقاوده، هاي يسمونها متخويطه. ايوه البان البان. ايوه ما شاء الله 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 تبارك الرحمن. ايوه ايوه يا سيري سيري بارك الله. يا سلام، امي الحناين يدفوها على السيف كلها اصبع. شيء ناشب في راسك ولا شو هذاك؟ شيء ناشب زعفران؟ شو؟ ها؟ شو؟ زعفران. كان حد هيب. ايوه هي عاده ابو ابراهيم
مهندس منهل عسب يصير يمشي وياي. شوف ايش قاعد تغدي التربه؟ تغدي مايل الى اللون القرمزي بين القرمزي والعنابي. الارض من عقب ما نحط لها الهيومك اسيد وبشاير الهيومك اسيد تاثير على الزراعه يبين في خلال من اسبوع الى 10 ايام، من اسبوع الى 10 ايام، وفي من الاماكن في خلال 3-4 ايام تبين بوادر التحسن في الزراعه. بوادر التحسن في الزراعه متحط لها الهيومك اسيد في خلال مش اكثر عن 10 ايام، من 3 ايام الى 10 ايام بتشوف التحسن 100%. مضمون هالكلام الهيومك اسيد وايد ضروري للتربه اللي مش غنيه بالعناصر، اللي تبغي انت تحط لها الشيء اللي انت تسمد وتعالج وتعدل وتحط كل شيء، غير ما تستفيد من الزراعه. سبب ما تستفيد لان التربه تحت مغلفه على شفتوا اللي يبي يتنفس ما تقدر تتنفس. شو السبب؟ شي العروق، العروق شي مسكر عليها، لو تحط لها ما تحط من الاسمده والمركبات والفيتامينات مستحيل تتغذى لانها مسكر عليها، مكتوب على انفاسها. كيف تغدي يخوز هذا الاملاح والكلس والتربه التعفن والفطريات تسوي غلاف على العروق، فيغدن العروق سود. العروق لازم يغدن بيض، هالنمونه كرات لحيتي زين. فكيف يغدن بيض؟ يوم بتحط لهم الهيومك اسيد، الهيومك اسيد يفلتر العروق، يسوي لهم مثل القسطره. ياي منهل، اوه منهل بيان جا. السلام عليكم. كيف حالك؟ رقم واحد سوي سلام عليكم حق خلف. الهيومك اسيد هو ضروري، الهيومك اسيد هو ضروري، لكن الهيومك اسيد اذا تلقطه كامل الهيومك اسيد زين، اذا لقطت فيه الفالفيك نسبة 20% أو 30% مثل اللي أنا أخذته، الفالفيك هذا يسرع من امتصاص الجذور ويخلي الهيومك أسيد بسرعة يتحلل في خلال يوم إلى يومين. لكن إذا بتاخذ هيومك أسيد ريج خالص هذا يباله 5 أيام أو أسبوع يعطيك الناتج الرئيسي 100%. لكن اذا بتحط وياه الناتج هاللي قلت لكم عن اللي فيه الفالفيك هذا اسيد اللي هو نسبته 30% نسبته، هذا يسرع من يوم يندمجن العنصرين مع بعض يعطي ناتج سريع للي مستعيل. كل الاحوال اللي بيصير ابوي عند الشركه مات الزراعه يقول انا اريد هيومك اسيد، هيومك اسيد خالي لا يطالع علي هنا، انا ابوني عين ما يعيبني شيء، عقب اسبوعين وثلاث وعشرة ايام يعيبني ابدا، ندق الحديد وهو حامي. شو رايك ابو ابراهيم؟ اهلين 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 اهلين. ابو ابراهيم يتهندق يقول لي انت فيك فات وتبغي تضعف، فلذلك كل يوم تصير. انا شو ذنبي؟ انا ما فيني فات، انا وزني ما ادري كم 62، انت وزنك 92، انت تبغي ينزل وزنك، انا نازل وزني، انا ما فيني ولا لا 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 لا. لكن اليوم اتصرت عليه وعذرت عليه. سبح وما لبس جلابيته مره على طول يبي ينونها قبل الجلابيه، وزار فانيلة كنه ها جالس يخدم قراقير. يا سلام شكرا. عفوا. يلا انقفض انقفض انقفض. الله شو اللعبه شو اللعبه؟ تنوينيه هذه تنوينيه. خله 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 يلا انقفض ما شي وقت. خلي طلع الاغراض كلها طلع الاغراض كلها بجاسم كل الاغراض حطها على الطاوله على الطاوله. اخوي اخوي الغالي اخوي الغالي شيء جلب وشيء شو اسمه عدل عدل. سلام يا سلام. ها الاميرالد والموكا والزست والاوشن بريز والهوايان ماسك ها والهافانا. يا سلام. ما تبقى واحد زار عمر شراتك وها انا زار سيداتي هنا انا زار عمري حد منهم والله حد من المذيعين زر عمره شوي وبين لا 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 كذا يعني يرقل اي ها ها هالنمونه هالنمونه اي والله زين عم تصلب عمرك مره بتمتدع والله. المراه
جايين يا وادم اليوم على الفطور ان شاء الله. قولوا ان شاء الله يسمعون الرمسة ويجلسون يجون قبل اذان المغرب 10 دقائق هذا اول، وانهم عقب المغرب 10 دقائق بعد يشتلون شارات الجماعة هاليون ومكملون من راس الخيمة من الشارجة يكونوا هنمون يا الله يحفظهم. عسى يا رب العالمين ان شاء الله. ابو ابراهيم يقول لي ليش تقول هالكلام؟ هالكلام عسى انا اريد اروح النادي اليوم، امس ما صرت، واول امس ما صرت، يومين عليت لما اصير. هي فلذا اني اسوي عزة الله ما صرت. وين يوم من وقت قبل المغرب خربوا علي سيرة المشي. استكمالا لموضوعنا البارحي، استكمالا لموضوعنا البارحي ومال اول مال البارح مال اول البارحة، هذا الموضوع طالت اعماركم يثل عليه ردود افعال فوق ما تتخيلون. لكن في سؤال يا متكرر زياده عن اللزوم، لكن قلت لهم ما روم ارد عليكم على الخاص. هذا السؤال يهم شريحه كبيره من المجتمع، لكن ان شاء الله نرد عليكم على العام بتستفيد الوادم كلها من الرد هذا. شوف الله يك ما زيل لسطرت هالبيوت ما شاء الله تبارك الرحمن. سؤال اللي خبرتكم عنه سؤال عاده هذا مكرر زياده على اللزوم، هل من المعقول فلان او فلانه شو فيها زود علي انا ولا على العرب؟ كيف هاي غدت مشهوره وانا لا؟ هاي الا فلانه العاديه ما فيها شيء مميز يميزها، هاك العرب كلها تعرفها. سؤال حسيت به نبرة مغلفة من نوع من أنواع الاستهزاء العميق المبطن، نوع من أنواع الاستهزاء العميق المبطن بما معناه أو بمعنى آخر أن فلان هذا ولا شيء، كيف يعني هذا يغدي مشهور ولا هذه تغدي مشهورة ويشار لها بالبنان ونحن لا؟ هذا ما في إنصاف، هذا الشيء مش صحيح. فيها إن القصة، هي نعم من قالكم ما فيها إن؟ فيها إن وإس وإح وإم وكل شيء. على سبيل المثال، على سبيل المثال ميلس، ميلس يغني يا ليل من الهيريا للهيريا من الشيف للشيف، يقول واحد حق ثاني والله أنا ما أدري أنت كيف تقدر تتابع الخالدي يعني باستهزاء باستهزاء، كيف فيك نفس كيف تروم تتابع الخالدي يعني؟ شو كبدك هذه انت تروم تتابع واحد يرمس بالساعتين والثلاث؟ وين عن ترك؟ شو هالوقت اللي لاغطنه تسمع رمسته ويا ليت شيء فيها معلومه ولا شيء مختصر يرمس ساعتين عسب شيء بسيط يوصل معلومه، كان بالامكان معلومه هاي نلقاها في اي مكان يعني. انك تتابعني انا او تتابع زيد او عبيد هذا قبول، انت ما تبى غيرك يبى، فلان تبى علان تبى، هذا قبول يعني. انت ما تقدر الحين تتشرط على زيد ولا عبيد ولا فلان ولا علان انك انت ضروري اللي يعيبني انا يعيبك انت، ما تروم. قبول والحب هذه فكره موجوده وارده ترد على جميع الخواطر، حد يرتاح لحد، حد يكره فلان، حد يكره علان، حد من الوادم من تشوف وجهه بغطك لا هد ولا هدى، لا بينك لا بينك وبينه لا تعرف لا من باب ولا من سبعه، تبغضه من تشوف وجهه ولا من يجي طاريه ولا انك يقفش حتى شعر ينبك. هذا الامر اللي حرمسكم عنه كله عادي، تحبني احبك، دانييني ادانيك، يعيبك تستصيخ لرمستي رمسة زيد، هذا كله الامر عادي، هذا الامر عادي لين الحين. اللي مش عادي اللي هاي باله وقفه بعد، اللي مش عادي يوم انسان يسالك او يسال انسان اخر يقول كيف استوى هذا مشهور؟ شو فيه؟ شو عايب انهم العرب فيه؟ شو اللي يميزه؟ كيف غدا مشهور؟ شو هاي السخافه اللي في الناس اللي تعيبها الاشياء اللي يقولها هذا؟ يعني معناته انت سبيت امك لا اله الا الله. هذا الله يحفظكم فوق ان عنصري ميز نفسه حط عمره فوق التل عن يبتل انه هو المميز والناس هاي اللي تابعوا فلان او تابعوا فلانه، هاي ابوي ما فيهم حاسيه، هاي ما عندهم ادراك، ما عندهم فطنه، ما عندهم درايه. معادله وايد بسيطه، معادله بسيطه ولا يبغي لها لا سر ولا تعال، ترى خوصم بخوص رقعه السم خصف، خوصم بخوص رقعه السم خصف، مثل ما فيه
ناس ما تدانيك، ترى في ناس تدانيك، في ناس تحبك، في ناس ما تحبك، ارضاء الناس غاية لا تدرك. وهذا بيتنا نحن قريب نوصله. المراد فهمه انك انت اكره وحب على هواك، اكره وحب على هواك يا غير. لا تميز نفسك على البشر، لا تميز نفسك. كلنا عيال تسعة وكلنا عيال قريه، كل منا عارف خيه، ما حد خير عن حد الا بالتقوى. كان بتحيد عمرك تعبد المسايد وصبح ومساء يدفي مخباك تجسم، هذا معلوم مميز، معلوم انك مميز. لا لازم يكون بالستر، ما حد يدريبك الا الله سبحانه وتعالى. هي نعم، كنا عايشين في كوكب واحد، في احتمال اني اغير وجهه نظريه فيك انت واعرف انك مميز في حال انك جاي من كوكب اخر، من كوكب غير كوكب الارض. بشهد انك مميز، بشهد وبصب العشرة انك مميز ومفنود وما شيء شراتك اذا انك جاي من كوكب ثاني. لكن في كل الاحوال نحن كلنا عيال تسعة، فرغنا بعضكم عن بعضا بالتقوى والدين والمخوفة من الله والكرم واليود، وانك تركب الخيل واجف مثلا، تركب الخيل واجف على عيني وراسي. لكن يوم انت عظمك طولك وعبرك ثلاث اذرع، الرمست هدمت العرب، وإن يلست لا عاد تبدأ من مجابلك، شو المميز؟ يلا فكرة. وهاي مخاطبة ورسالة من خالد بن أحمد بن عبد الله الخالدي، موجهة لكل إنسان مؤثر وكل إنسان مشهور طالع قدامك. لا تلتفت لخلفك، لأنك هذا اللي يكسر المياديف، حتى يكسر مياديف عياله، حرمته، أمه، أخته، أخوه، مصالح حياته. هذا لأنه هو شي استوى الله خالج عنده هنمونه وبيتندبت حياته سيري الدنيا وأنا معاك، يتمرابط مكانه ما يحترك ولا يختلف، لأنه هو شي اختار هنمونه نفسه ويبغي يحطم اللي قدامه كلهم. فنداء خاص لكل إنسان ناجح خايف من الله، في درابة وفي محبة لبلاده والحكومته وللقياده ولشعبه، وفي انتماء انه يحافظ على مستواه بشتى الطرق بالشيء اللي يرضي الله سبحانه وتعالى، وثانيا اللي يرضي ولاة الامر. يا سلام يا سلام يا سلام يا سيدي حافظ. This is from the new? Yes sir. How many one you get? We are very happy. How many pieces? 99. Everyone? 9. 9 pieces. From Saudi. يا سلام على الأورنج. تخبروني يقولوا لي انت سرت ابوي بشوتي اللي في دبي مول، ما راويتنا البشوتي اللي في ابو ظبي. ابوي اللي موجود هناك ترى موجود هني، لكن هني عاد اعتقد في مارينا مول المكان اكبر. واليوم موعدي انا، موعد مشتراي انا اللي وعيالي والمنأبة، اليوم موعد مشتراي انا كل سنه هاليوم في نفس الوقت اسير اخذ الليلي، نعولي انا ونعولي عيالي. اي نعم، هذا وقت وخيدي انا. فاليوم ان شاء الله الساعه 10 ونص بكون في هذا الريال. ربيعكم ما اعرفه، عبد الله والله مرحبا بعبد الله. هالجماعه فاطرين اليوم ضربه ويا ابوي عمده بني شعب ما شاء الله عليه، وشرفنا. انت ريا ييت النسيب الله يحفظ، انت ريا ييت النسيب الله يحفظكم من اول رمضان. اليوم وباكر، اليوم وباكر، لكن الله سخره واليوم يانا يعني. والله مليون مرحبا بالنسيب. الله يرحمك على فضلك. وهذاك سعيد بن خالد جالس يتبارش ويا هذا ربيعه وهذا ياسين يسولفون. بس برايكم وانا مستخلف. صلاح وين سايح الحين انت؟ بيان ابا زين توك جاي؟ لا الباب الواقف بيطوف عليك الوقت؟ ايه قابض خفر انت اليوم؟ قابض خفر؟ شو هذا صار الحين هكذا؟ شيء هذا ها؟ بانكوك هكذا بيزا حق اشوف؟ ايه هكذا حق بانكوك هكذا؟ ايه كل حق بانكوك؟ ايه اشوف مين من زيعة بيبودهن يا وطن عندي؟ لا أسد ما بعد أقبلها. خلاص 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 خلاص
خذ إيلس إيلس زطي أنت زطي مكفخ ما شفت خير حبيبي إجلس دعتبي أودهن شوية عن خاطري عاد شوية أخوي كاتي هذا تيوت بعدين ما يروح بنكو أنا بيأودها بيسرقونهن بالطاه أنت صنعتي حبيبي يبي يأودها لك يبي يأودهن أنا ركب أنا وأخوانا ما بتعطيني إياها صلاح لا شكرا عليك بالزين لوغ لي ثمانة لوغ لي ثمانة عليك بالزين الزين سعره فيه ما يوزلي إلا الزين وأخير من هالخدمة ومن هال من هالكواليتي من هالنوعية ما أعتقد شيء الدنيا العودة وهو يعني صناعة قديمة يمكن لها أكثر من 20 سنة من أوائل الشركات اللي فتحت تبيع نعول براند أصلي 100% هو الشيزاري باشوتي ما شيء شراته كم سامحوني يا ابوكم سامحوني اني رقت عقب ما ساروا الجماعه عقب الفطور ختلت لي ختله حيدو كرسي هذاك طحت اللي عليه واخذها ختله لين ساعتين تقريبا ونشيت الحين بخير وسهاله صلي عينت من الله خير رقت الانسان الراقد شرات الميت ايش بسوي رقت عيل متواعد ويا قوم محل بشوتي شيزاري بشوتي متواعد وياهم الله يحفظكم الساعة كم 9:30 وحين 11 بتصك 11 لصكت وبعد ما يتم لكن إن شاء الله إذا الله جعلهم الحيين أني بسألهم حين باجي 10 دقائق حين على يميني بيت عيال حياة ثاني بمرشد رميتي على يميني وعلى يساري ديوان الرئاسة وسيده أبوي قدامي لنتر ولا لا لا اللي بقى هاي كلها المهم إني في البطن ما يبالي كلام The International Academic School was founded back in 1996 and it was located in Abu Dhabi City but was relocated to Shakhbout City 3 years back. We offer the American program and in particular the Virginia standards. المدرسة العلمية الدولية في مدينة شخبوط نزلت لكم الفيديو مالها حين وأنا قمت لهم بزيارة وقطيت جميع أماكن المدرسة الأماكن من المختبرات الفصول مع المدرسين مع الإدارة مع النوادي مع الساحات كل الإمكانيات الحديثة والمطلوبة والمتقدمة كلها موجودة في هذه المدرسة موجود برسم ابي خلوني يا الله بس حسب التصوير بغى يخليني يدعم والله انه بغى يخليني يدعم غرب اللهتك شوفني اسوق مره وقتها حين عاد بيظهر انا ابو حبكت على ما قالوا والله العظيم شيء منهم غير نمون حد من العرب
المراد كل الامكانيات والاشياء المتطوره جايبينها لين مكانهم، لين عندهم في مدرستهم توجد اشياء قلما تكون موجوده في مدارس اخرى. المدرسه الله يحفظكم زرتها، كل مكان ازور اجلس يمكن الساعه ساعه الا ربع هاك اليوم. المدرسه هذه بالذات من كثر اعجابي فيها ومساحتها وحجمها وكثره الافرع اللي فيها وكبر المساحات اللي فيها والممرات والاشياء اللي تستاهل التغطيه، اكثر عن ساعتين وربع، اكثر عن ساعتين وربع وساعتين وثلث يلس امشي في اروقه المدرسه هذه. فلذلك ومن الاشياء المميزه ناهيك عن كل شيء فيها من اروع ما يكون، لكن اللي اكثر شدني الى المدرسه هاي الهويه الاماراتيه. الهويه الاماراتيه غير مطموسه ومصقوله، مصقوله بطريقه واضحه بين تعامل المدرسين والطلبه. الهويه الاماراتيه مخلين عاطينها وايد حيز ومكان، يعني تقدر تعرف تحس عمرك كأنك في بيئة إماراتية مش جالس أنت فقط في مدرسة. حاليا يعني الله يحفظكم عندهم خصومات على جميع المراحل. فأنا مستغرب من اللي يقولون والله المدارس كلها بأسعار غالية، لا توجد خصومات لكن أنتم ما تعرفون عن الخصومات. فلذلك الحين وقت تسجيل فاتصلوا وتشيكوا طالعوا اللي يوز من اللي ما يوز، اللي يصلح من اللي ما يصلح، اللي لادمي الأهل الوالدين لازم تشيكون على المدرسة روحها، شوفوا مستواها، شو مكانها، شو التخفيض، شو الأوفرات اللي مسوينها، وشو التخفيضات اللي عندهم، ولين متى، وشو التقسيط اللي موجود عندهم، والأمور طيبة. السكنة داخل أبوظبي والدراسة في السلع ما يستوي، لازم المكان يكون شوي قريب، ربع ساعة نص ساعة ما شيء مشكلة، هب حسين في الشام وجثته في كربلة، لازم شوية بعد الطالب براحة. ايش عليك يا يمعة باطع نسيبك لخالدي كلهم حلو؟ اول ما دخلنا المارينا مول شفنا هالشاب الفنان وهالشاب الوسيم تبارك الرحمن الله يحفظه ما شاء الله، ريال معرس ما شاء الله. اي نعم معرس، اي نعم معرس ما شاء الله، نعم ما شاء الله. عقب العيد بركه نعم هنتين ضربه مدها يلا الله يلا بذات الرحمن. العنوه لهالمكان شيزاري باشوتي، لكن يا ابوك وانا اطالع هالمكان ولن ما شاء الله لفت انتباهي العالم اللي تحت ما شاء الله، خلق الله ما خلق مكان يريف المارينا ما شاء الله ما يشل من الوادم. طبعا ما يبالك كلام، مستحيل اقدر اصور في نص هالزحمه، مستحيل اقدر اصور في نص هالزحمه، لازم اخلص اول يخفون العرب خلاص برم اصور لكم ما شاء الله تبارك الرحمن. ما بروم لازم تخف الزحمه حق اروم اصور لكم شو الجديد وشو المميز اللي انا باخذ منه، بخبركم اللي انا باخذها بصورها حتى اللي ما باخذ منها ويمكن يوزكم انتم نصور شرحت كل سنه يعني الله فيكم. هذا كله معازمه تعال يا ود الحلال لا راونا اللي اخترتوه اللي اخترتوه تغطى رواح شرب الله يحفظكم الله يسر اموركم حبيبي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. شو جديدكم؟ والله جدنا الستايلات هلا اللي وصلتنا تتمت الستايلات الجديده اللي هو الكاجوال السيف زين جبنا لونين نعم وعندك الشكل الجديد مع البكل الجديد اوكي في منه كمان لونين عندك تتمت الالوان الجديده اللي هلا جايتنا على القاعه الجديده اللي هي البراون نعم مع البكل الجديد الارضيه البراون بالنية. الحين انت كنت قبل تاخذ القاعه السوداء الحين عم تاخذ القاعه البنيه اضافه للكشم من داخل اللي هو السوفت
ايوه احنا غيرنا الحين البطانيه من داخل ابو محمد نعم فصارت نعم. سوفت نعم. وجه منه الوان في عندك بعد الساده اللي دخلناه جديد نفس التون مع الارضيه نعم. فصار في ستايل جديد فيها وفيها كذا لون جاي منها هذا من الجديد لو الاولي هذا من الجديد الحين داخلنا فيه منه اربع الوان اجى منه البني وجا منه الزيتي الاسود بعد الرمادي نعم. هذا بعد من الديزاينات الجديده هذا بعد اجى منه اربع الوان هلا الجديد نحن انه دخلنا الوان نعم. ابو محمد هلا هذا الجديد نحن كنا منزلينه على القماش الحين نزلناه طبعا بشطي ويا نقشه الجلد الحين أيوة. في دخله النقشه كم على الجلد في منه ثلاث الوان اجى منه البترولي او الازرق نعم. وعندك النيفي بلو الغامق والاسود بعد أيوة. والجميل فيهم بعد انه دخلنا نحن الوان البلين الساده الشيوخيات مع القاع البنيه في منه هذا في ثلاث الوان اجى منه الكحلي والاسود والاخضر اما الكحلي وجه الماشي على الجديد محمد اذا لاحظت هو الستايل البكر التاجي هذا اول مره احنا بندخل فيه شنو هذا العميات هذا القديم الاول اللي هو كان البكر الرسمي ايوه الحين صار في بكر اللي هو السيلفر تمام والشكل التاجي اضافه انه مرفق مع البوستر تبعيت بشوتي فهذا من الشغلات الجديده بعد من الكولكشن الجديد هلا الجديد مثلا ابو محمد شوف هلا هذا مدخلين عليه البكر الاسود في عالم بتحب البكر الشايني الاسود جاي على ثلاث الوان نعم وتطريز عندك البكر السيفر كمان على الالوان الجديده اللي احنا هلا منزلين الوان جديده كثير على العيد ومن اهم انه هي فيها نقشه على الجلد ايه اشي من الاشياء الجديده ما شفتها عندها وهي نفس ستايل الزبيديه السعودي هبي سوي زبيري الزبيري الحين نعود زبيريات هذا ستايل الشايني هذا النبي الشايني وهذا الاسود المات انا عجبني هذا وايد فل مرفق هذا محمد اذا لاحظت عليه هذا جاي فل بلاك ايه القاع بلاك حتى البطانيه من داخل بلاك هذا الكشن الجديد هي. هو السوفت فنان الستايلات الثانيه اغلبها بتجي هاي عجبني على اساس النشرات ماخذين من الروح نعول الاوليات مالتها للسعوديه زبيريات تمام هلا هذا الستايل الجديد اللي هو داخل فيه الكشن البني حكينا عليه ايه غير انت لابسه بعد وتر ايوه حق الوضوء حق جو الرطوبه هون تعرف انت بتلبس ياخذ لبو ياخذ حق ولده موجودات بنفس المديلات حق صغاري ثم زينهم ما زينهم ياخذ العقب فوق عن الزينه عندك الكلاسيك القديم الاولي اللبوليات اللي تحدون اللبوليات بعدهم موجودات عشرة الوان موجودات اللي هو غزال وعندك جلد النعام هاي اللبوليات تحدونهن اللي هن منهن هاي هلا الاسود انا بعد جايبينه جديد الاسود باكل سيلفر وجانا اسود باكل شايني اسود زين وهذا الاولي وهاي اللبوليات اللي تحدوهم موجودات هاي كان هذا ماي 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 ما يرمون يغيرونها اصلا هاي يعني هاي يعني يكون يبدلون المقاسات غير المديل ما يرمون يخلفونه لان هذا الكلاسيك هذا اللي ماشي عليه الدنيا ماشي عليه الدنيا من خلقة العرب الكلاسيك اللبوليات ما يرمون يبدلونها لكن نعود بيت بحد يحشمها ما تبى ابوي واحد يخاوض في اللبس شيء الحشيم يبقى انسان يحشمه هاي الحكي اللبسه فلازم يحشم اللبسه المثمن شيء غالي ثمن يبقى له انسان يحشم البضاعه اللي ماخذينها ماخذ بجميع الالات كان لاقطه البيزات في الرقع شيء اخر لا أنا ما بصور ما يبي يصور استحي استحي زي الله أمي ما شاء الله كل يوم نطالعك كل يوم الله يبارك ما طلع حد غيرك الله يحفظها إن شاء الله سلم عليك كبير إن شاء الله إن شاء الله سلطان ناصر يمع بالمهري الله بالنعم هذا طب اللي تبغى كان ويانا وين صار هذا منصور البادي منصور محمد البادي وين صار منصور تعال منصور ليش شردت أبوي ها تكلم تليفون منو تكلم؟ الوالد. إيه رد سلام عليه. طيب حليل مكسرني عدالة ما شاء الله عليه. أي صف؟ 12. الله يبارك فيك. آمين. الأشياء نواتك الجديدة. هذا يلد شو عادة؟ يلد حية البحر. فنان. ما شاء الله. عالم اللي بتحب النعرات تم شايني. هي هاي أنا بأخذ منها هاي واحدة. هي أنا بالي واحدة من هاي. وخذي واحدة من هاي إيه نعم وأبا واحدة من هاي لا كانت الدنيا قاعدة تعدني وين مثلا اخترت هاي لا أشوف البسل البسل برسل يا سلام يا سلام الحين غدا يا أبو كغوة رويلاتك حلنها ملبوس العافية ملبوس العافية حبيبي
يدهم حياة سيف مرخدية يد زين حقك مجلوبة عم بهين انت ها يد حياة سيف الراشد مرخدية يدك يمع بخادم يد انا حتى يدي ايوه يدك يمع بخادم المهيري يد واخو يدك اسنان يا سلام حرمك يدك منو لا حرمة يدك حرمة أخو يدك لا لا أي أخو بنت شافي إيش قاعد ما تعرف لازم تعرف حرمة أخو يدك لازم تعرف اسمها ما يسوي ما تعرف اسمها شيخة أيوة ناجح أسعد سلمه يا زلمة هذاك يده من خدي لازم ما يخدي في فطين من هل عيب اني اخذت بلعن ان شاء الله ملبوس العافيه شكرا مدير المحل قولهم باسل مدير المحل ما ادري شو محمد زايد خصم لازم خصم ماشي خصم غرب الله المنيح من لونها انت تشوف ان هذا اللون وراء خصم يوم الخالدي عندنا نحن بالمجمل كله يكون لك شيء فما بيكون عليه خصم نحن عندنا خصومات في اليوم الوطني بس وعيد الشهداء يكون مدته حوالي 20 يوم او شهر كل عام وانتم بخير ان شاء الله محمد زادتنا البركه ان شاء الله يكون شهر فضيل والله يتقبل طاعتكم كل عام وانتم بخير ونحن على باب العيد والله يتقبل ان شاء الله صيامكم وقيامكم اهلين اهلا وسهلا ابوي عندهم ما شاء الله خدمة توصيل الى السيايير هاي بس لو محمد هاي بعد هاي حصلهم بس لو محمد الله يبارك فيكم مشكورين يلا محمد اقول لكم ابوي تاخرت انا على الجماعه في المشرف هناك الباب الرئيسي انا من الحين عيست اقول لكم تاخرت انا ابوي على الجماعه العشاء في المشرف على السحور ابوي يعني ان شاء الله بخط ابوي اللي بيكون سحوري هاي اقول لك ليت لي في كل حلة صديج ليت لي في كل حلة صديج فالحمد لله رب العالمين صدقاني ما ينعدوا ولا يحصوا فلذلك وين بيكون عشاء سحوري اليوم فالبطين إن شاء الله اللي بخط بيت عيال حياة ثاني بمرشد رميتي عليه الجنة أول ميلة صدق أول خيرات الله بكوده خير فضي وإن شاء الله اللي بتسحر هناك عندهم سحرتها قبل 3-4 أيام واليوم بعد ابوي بيتم مخطف طريج واكلهم مميز نعم رمني رمونه والله يا ابوك ما يرمها ما يرم ما ترمى اكبر طها في الدنيا العوده يرمون هاك الرم اللي غير نمونه نعم كل شيء عندهم مميز كل شيء عندهم مميز فلذلك ابوي ان شاء الله اللي بيكون سحوري عندهم اذا الله جعلنا من الحين ان شاء الله كله مستغرب من حجم العرب نقول بنصور وياك يقول ابوي انا ما بصور بندس مال تعال ابوي عليك طلب شويه بنرمس وياك شوي لو خفيف اقول لك كيف حالك الله يسلمك كيف انت طول عمرك الحين في ذمك انت يعني شو الغريب الحين في الموضوع احنا بنرمس الجماعه نقولهم حد من الوادم يحصل حد من الحريم يعني يوم الله يرزقها بريل في خير وجميل وفنان ومملوح وفي خوف من الله ومحب ومود هذا ابوي عباره حرمته تحصل الجنه وديتين جنه في الدنيا وجنه في الاخره لكن ابوي اللي هو انت بالنسبه لك انت حين نحن برار بس عيدها رامس ولا وجه لا 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 يوك بتحصل الجنة 4 وديات دبل في الحياة ودبل أبوي في الآخرة هي نعم يا سعد حظها يا أبوك يا سعد حظها هي والله تبارك الرحمن ها أبو علي شو سؤالك عن أبو خلفان سؤالي هل هو يعني إن شاء الله أن الله يعطيه الجنة ولا لا هو إن شاء الله له الجنة واللي ما أخذتنا له الجنة كانها مشاهدتنا له الجنة نعم كل ما فيك زين كل ما فيك زين ليش انت حطيت في بالك نحن نطريشين كل ما فيك زين ما ينعق منك ما تطير به الذباب عليناها لا 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 ما حد يزيد عليك بوي لا لا كم بندس مال جنتين يا ابوي هي نعم
هاي اللي ما اخذت انه محصل جنة في الدنيا وبتحصل جنة في الآخرة. انت اللي ما اخذت انك في الدنيا ما حصلت شيء كان في الآخرة ان شاء الله. الهالجنة الهالجنة. عبدالله جنة في ديوة. منو؟ عبدالله. شو عبدالله؟ عبدالله خلفان عاد الحمار ومن رمس يشر من بعيد وماشي يسوي حركات حركات الزيق يا ابوك. ها لا حين هو لو يوقف العرب بتشوف العجب، لكن الحين هو ما بطاع يوقف الله يحفظه. زين ما بتخلوني ابو ثاني يعني بدي اخليه يوقف. لا خليك لو شوي بسم الله عليك عن ما يقرون عليك ان شاء الله. ولكم حسيبي يلا كان بربكم خلق. شفتوا بنادم من مدوره لين علباه اربع تذرع؟ هذا النادم اربع تذرع من مدوره لين علباه. نعم ها الف لا اله الا الله بسم الله عليك الرحمن الرحيم. ها يونس لما ماركري مكتين حق هلال ما هي هاي ابوك ما حول يظهر شيء يظهر زين ايش علي الله الله فينا ابوي نبا هاي اللي بلي صوت اللي بلي صوت ما خلت ابو علي عنك يوم اقولكم انت ما من يحمل ما يبقى كلام مالك طيب نبا ابوي مكينتين بلي صوت اشهدوا عليه الفلور قال تم مكينتين بلي صوت. شو المكين القويه منهن؟ لا 120 ابا ما 350 ما لا تتردون والله ما بنى اللي قلت ترى هو. السلام ورحمه الله وبركاته الى الاخ الى الغالي خالد الخالدي مع خالص تحيات مريم سلطان ناصر السامه لطيفه مطرشين ابوي هذا الشيء صح وعليه سمسم منثور في هذا في السورة وهالشيء الزين الفنان. مشكورة يا بنتي مشكورة جزاك الله خير مشكورة ما قصرتي بارك الله فيك.